السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة جيم بلاي جديد من لعبة هيومن كايند البشرية. نكمل المشوار أعزائي المشاهدين، الحلقة تقريبا حتكون الأخيرة، أعتقد هذه الحلقة الأخيرة، حلقة 21 القرن 21. حركات يا حبيبي، فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ 21 حلقة تمثل البشرية انتقالهم عبر العقود والقرون. أعزائي المشاهدين، لعبة البشرية من أجمل ألعاب استراتيجية الفور إكسية بالأدوار، تنهي الدور على خطى ألعاب سيفيلايزيشن، ألعاب سيفيلايزيشن مشهورة اللي وصلت الجزء السادس، واللي طلبها أيضا مني كم واحد في التعليقات. بإذن الله تعالى نسلط الضوء عليها، ولما لا، يا هذا اللعبة جميلة بجمال حضوركم ودعمكم. أعزائي المشاهدين، نشكر المشتركين الجدد، نرحب كل من يدعم القناة وكل من يسر علينا وكل من يكتب تعليق ويحط لايك ويسوي شير ونشر وما إلى ذلك. ألعابنا ما هي ألعاب مشهورة، صناع المحتوى في هذا المجال عرب كانوا أم عجما ما هم كثير اللي يلعبون هذه النوعية من الألعاب الاستراتيجية. أعزائي المشاهدين، قليل جدا عرب وأجانب، كلهم قليل جدا. دعمكم يساعد على نشر نوعية مهمة من هذه الألعاب، ألا وهي الألعاب التاريخية الاستراتيجية اللي تساعد على التفكير الذاتي والنقدي، التفكير الاستراتيجي واستغلال الموارد واستغلال الوقت واستغلال نقاط الضعف ونقاط القوة أيضا. لعبة البشرية أعزائي المشاهدين أول مرة ألعبها بحياتي، وصراحة ما حسيت أنها صعبة رغم أني قاعد ألعب على صعوبة الإمباير اللي هي الصعوبة السادسة، ودعمكم كان له دور كبير في تحسين لعبي عن طريق تعليقاتكم الجميلة. لعبنا الحلقة 20 على شكل بث مباشر، 4 ساعات تقدمنا فيها ووصلنا إلى عصر الكونتمبرالي إيرا، اللي هو صراحة وصلنا على الحلقة 19 نهايتها. الحلقة 20 كانت تقريبا لعب مباشر 4 ساعات في هذا العصر، عصر المعاصر الكونتمبرالي إيرا، اللي هو العصر اللي احنا فيه الحين حاليا يعني. طبعا وصلنا عام 1938 حسب تاريخ اللعبة. حقيقة ما ادري اذا يعني هل فعلا احنا من جد ب 1930 او لا، ولكن فعلا في طيارات، ففكينا مطارات الحلقة الماضية، فكينا ايضا امكانية استخراج القوة النووية، وبالتالي كل الموارد الان الاسنشال الاساسية الاستراتيجية مسمينها الاستراتيجية اللي بالرصاصي واللي بالاصفر، هذه الموارد الفاخرة اللوكجري، فكناها كلها الفاخرة والموارد الاستراتيجية. طبعا يعني مديك تسوي معسكر على المكان اللي تبيه اللي فيه المورد وتاخذ المورد هناك وخلاص. في مناطق اوريدي فيها معسكرات قبائل بادية، بس بعض قبائل بادية مسالمة مثل هذه القبيلة على علامة السلام، في قبائل بادية معادية يجي عليها علامة البرق بهذا الشكل. وبالتالي من حسن حظي انه في المنطقة هذه الضعيفة في القارة الجديدة هذه اللي استكشفناها توجد قبيلتين بادية لكن كلها مسالمة. منطقة انقرة اخذناها عن طريق معسكر واخذنا الموارد فيها كلها، مو بلازم تنشئ مدينة لأجل سيطرة على الموارد. الدور الجاي إن شاء الله نطمح إلى أخذ المصدر الرابع، هو الثالث اللي عندنا 3 بس يورانيوم. المصدر الرابع من اليورانيوم راح يسمح لي أبني محطة نووية، وهذا شيء مهم جدا أعزائي المشاهدين لأجل إرسال صواريخ إلى المريخ وبالتالي الفوز بالتختيم، لأنه المفترض أهداف التختيم ظهرت في الحلقة الماضية في البث، الحلقة الماضية لهذه السلسلة في البث اللي سويناه، ومملكة ابن هنتر يا شباب بالثقافة اللي تبنيناها الثقافة التركية هذا العصر السادس. لاحظوا الثقافات اللي مشينا فيها من البداية، بدأنا قبائل بادية بعدين انتقلنا إلى المصريين القدامى، إذا تبي تسميهم الفراعنة ممكن نسميهم فراعنة ولما لا. عصيتهم كانت الجراند بلانرز البنائين، واستفدنا من قوتهم الصناعية لإنتاج نقاط الصناعة وتقنية تكلفة المباني اللي تحتاج الصناعة، ومن ثم انتقلنا في العصر الثاني إلى الثقافة الرومانية واستغلنا القوة اللي عندهم اللي هي قوة الجيش وخبرة الجنود تزيد 50%، ومن ثم انتقلنا إلى بني أمية المسلمين. حلوة ذي، ها سرنا مسلمين، ها مسكوها علي شباب، ما أدري وش اللي يعني عجبهم بذيك الكلمة، بس إيش تبنينا الديانة الإسلامية حنا كبشرية في ذاك الفترة برعاية بني أمية، وأخذنا خاصية العلوم 5%، وبالتالي انتقلنا في العصر الرابع إلى الجزر البندقية، بنينا ثقافة جزر البندقية الإيطالية. طبعا الفائدة اللي يعطونا إياها فلوس وما إلى ذلك والإنفلونس، ما أدري إيش اسمه هنا، سيلفر تانكس مسمينها، بس أنيويز انتقلنا بعدها إلى الإيطاليين في العصر الثورة الصناعية، وأخذنا منهم الخواص اللي لها علاقة بإدارة الدولة والعلوم التربوية والسيفكس والاستقرار والإنفلونس. انتقلنا في هذا العصر الأخير عصر المعاصر اللي هو
السادس إلى الأتراك. الأتراك تركيا اليوم نفس هذه الدولة. خلفاء العثمانيين خلينا نقول أو المصدر الأساسي لانطلاقة دولة بني عثمان، وبيسكلي أخذنا خاصيتهم اللي هي الزراعة. فمن كل بحر قطرة استفدنا من كل شعب، ولكن إحنا في الأخير بشرية أعزائي المشاهدين، هدفنا كان هو أنه نكون المركز الأول، ونجحنا ب 21,000 نقطة سمعة، نستحل المركز الأول ب 14 نقطة إنجاز. طبعا الشعوب الثانية محدودة على 7. أهداف الفوز صراحة جت وراحت، ما أدري كيف استعرضها لكم من جديد، ولكن يعني بكل بساطة الشباب قالوا اللعبة قالت في البث اطلق تقدر تفوز عن طريق 6 طرق، يعني إما أنك أنت تحقق كل أهداف الشجرة التكنولوجيا، كل شجرة التكنولوجيا تفكها كلها يعني، أو ترسل صاروخ إلى القمر إلى المريخ عفوا، تدمر كل الشعوب اللي موجودة تدمير يا حبيبي ما تبقي ولا واحد، او تستعبدهم كلهم ككلاين ستيت، فوز عليهم بالحرب ويكونون كلاين ستيت، يصيرون دول تابعه لك. فهذه اللي اذكرها الثلاثه، ما ادري ايش في 4، في حاجتين ثانيه زياده من خلال مديك تفوز باللعبه دي. بدأت أشوف طبعا بالبث الحلقة الماضية حلقة 20 أثناء اللعب في البث المباشر أنه الشعوب بدأت تتحمس، بدأ يطلعون برا الأراضي ويبدون يعني يحطون حجر أساس في القارة الجديدة، ولذلك يعني أنا أوردي سبقتهم بهذا الشيء. وعلى الدور 235 وصل، أعتقد الدور 300 هو آخر دور، يمكن إذا وصلت دور 300 ينتهي التختيم أيضا يعني. Death from starvation. It seems that these are the times that try people's dietary habits. مباشرة نبدأ اللعب يا سيدي، ونقدر نقول هذا هو اللي بنيناه، المركز مركز تجارب نووية، وعندنا مجاعة طبعا في المنطقة هذه سالب 180. هذه الحلقة الماضية، بالحلقة هذه إن شاء الله بنعدل هذه الأمور. أوردي في مزارع كثير راح نبنيها هنا، وعلى فكرة في مكان ثاني في جوع، دمجنا مدن كثيرة، أذكر دمجت مايكين بشيء ثاني هنا في جزيرة ثانية، صار عندي نقص في الأكل أيضا الزام شديد، حسنا نقص الأكل أنا مسوي مشاريع احتفالية فلي لا علاقة بزيادة الإنتاج الأكل. وكل اللي نبي نسويه، وأيضا طلعنا طيارات وقصفنا بعض الوحدات اللي موجودة هنا حقة الأعداء اللي دخلوا في الأراضي حقي وحاولوا يحوسون ويسوون حركات وبركات. هذه هي الطيارات، وهددنا أي واحد يدخل الأراضي حقنا بنقصف القصف يعني، واستطعنا يعني نخوفهم نطردهم برا الأراضي حقتنا وكأنهم رضخوا. فالآن اختبار المحطة النووية هو الاختبار اللي من خلاله يعني بنوري العالم كله أن ترى وصلنا لهذه التكنولوجيا، وصلنا الموارد اللي نبيها، ويا ويلكم ولا إذا حاولتوا تجيبون يعني تلعبون بالنار يعني. بنحاول أيضا طبعا، شوف ما عندي مرة مصفر من ناحية نقاط الانفلونس والفلوس يعني، بس بحاول أجمع بقدر المستطاع نقاط انفلونس لأدمج منطقة جديدة، والهدف هو فيرطان مع فيليشيا أو هذه مع فيليشيا، الأفضل هذه مع فيليسا أو فيليكا. فحنشوف الآلية أيضا كيف من هذه الناحية، نحاول نوزع السكان هنا على حسب الإمكانية اللي موجودة في منطقة هاو جينغ، منطقة رهيبة جدا عزام شديد. إذا في عندي تحركات عسكرية يبدو أنه في المنطقة هذه ستيشند وحدات ثابتة، أنا ما أبغى أتحارب مع أحد، أبغى أدافع بس ما أبغى أهاجم. ومن ناحية معسكرات، هل في احتياج إني أنشئ معسكرات زيادة؟ لا، أخذت كل الأشياء اللي أبيها حقيقة يعني، ممكن يكون هنا فيه بس ما أبغى أطمع أكثر من كذا خلاص يعني. أوكي هنا والله شوف هنا فيه عندك هذا الحاجتين وهذا الحاجتين، شوف عندنا أشياء كثيرة من الداية الأصباغ، بس ما ودي أطمع أكثر من كذا يعني، ودي أحمي الموارد حقتي بالجيوش هذه اللي موجودة وذاتس إت يعني. هذه ودي ندمج الوحدات دي، أذكر فكرت في البث الحلقة الماضية أنه ندمج هذه الوحدات مع بعض، وقبائل بادية قاعد تطلع كلها لاحظ صغيرة ومسالمة يعني، ما هم راعين مشاكل يعني، وماني خايف منهم. كل اللي ودنا نسويه الدور هذا إن شاء الله أننا نتأكد أنه المناطق هذه كلها موزع السكان فيها بالشكل الصحيح لأجل تحقيق أكثر كفاءة إمكانية ممكنة يعني لإنتاج أعمال بناء بشكل سريع وما إلى ذلك، لأنه قدامي يعني طابور بحوث بيسكلي، شيء جنوني. فهذه هي السالفة ما فيها أستاذ العزيز بالنسبة لكيرما، بالنسبة للمناطق ذي دقيقة يعني ما عندي شيء أسوي. أغلب المناطق هنا نلاحظ وصل عدد السكان فاض زيادة بعدين، ما يعني نفترض نبدأ نبني أشياء تساعد في زيادة عدد السكان، مباني صناعية يعني. وننتقل مباشرة أعزائي المشاهدين إلى الدور 237. الملك بن هنتر الأتراك has become death destroyer of wars يا حبيبي، وش عندهم أوبنهايمر؟ Now I am become death the destroyer of worlds. فهل هذه النهاية؟ ليه؟ لأن صار عندي قوة نووية الحين. By having completed the world first nuclear test، سوينا أول اختبار نووي أعزائي المشاهدين، ونوكلير تيست unlock and improve devastating new units، اختبارات نووية تعطيك وحدات عسكرية جديدة with missile silo district. فالاختبار كان هنا، لاحظ هذا أثار الاختبار النووي، سويناه في المنطقة هذه، صار في انفجار وأثر، أخي كان ودي أشوف الانفجار هو يصير، ما لحقت، يبدو أنه الدخان جاء هنا حقة الانفجار النووي. لاحظ.
فهذه رسالة كانت للشلة اللي هنا. طبعا علامة النووي مكتوب ايش؟ هذا مش شيء. هذه موارد بناء 1800. اوكي. طبعا صارت حرب الحين بين شعبين، الشعب البنفسجي والشعب الاصفر اللي يتحاربون، ما لي دخل. زاد عدد السكان في 3 مدن، اعتقد في هرابة لانه في مجاعة جنونية طاح عدد السكان. تبي منطقة هي او انا ابي منطقة؟ ما يهمني الدبلوماسية صراحة. ممكن اطالبهم مناطق كذا بس ما راح اخذها. ممكن اطالبهم بهذه على فكرة بس ما يهمني كاراكاو هذه، انما ما ودي خلاص يعني، لانه ابي الانفلونس لاشياء اخرى، نحتاج الانفلونس لاشياء وامور اخرى. Inconvenient truth. الزبدة ما عمري قريت هذه الاشياء كثير، يهمني بس يا استاذي. ايه نبي نقاط علوم، هذه 800 نقطة علوم والله حلوة. هذا ما اقول لك لا، انا احس ذيك احسن. علمي علمكم. كنا بنسوي عزام شديد انه ايش؟ ما نحرص على التجارب النوويه كثير، اوكي، عشان البيئه وما البيئه والتلوث، لانه يزيد التلوث يعني. اوكي، التلوث عندي 9400، ترى اذا وصل 62000 يصير المستوى الاول. حلها بسيط يعني، تبني مزارع وتروح التلوث النووي هذا يعني. ف انا استمر ننهي ادوار صراحه لانه ما في شيء تقدر تسويه. في اشياء طبعا يعني ما ادري ايش، 7 ادوار عشان يطلع لي طياره بفلوسنا. نحاول نسرع اعمال بناء منطقه واحده مثلا زي فيليسيا، ليش لا، نعطيهم دعم معنوي، مع انه افترض الاولويه تكون هنا لان الاكل طايح. ناخذ ناس من حقين الفلوس نحطهم في المباني، يلا دورين تصير عندهم مزرعه. والحياه حلوه يا صاحبي، الحياه حلوه. الجيوش واقفه هنا، لو فكر ذا يسوي اي شيء، عند الطيارات يقصفون والده الشعب الاصفر ذا، ما حد يقدر يعلن عليه حرب في هذه اللحظه في ظل القوه اللي انا عايشها. نحاول ننهي اعمال بناء بشكل سريع. ايضا ما ننسى عزام شديد ان عندنا هنا امكانيه بناء واستخراج اليورانيوم، بناء واستخراج اليورانيوم، وعندي نقاط انفلونس استطيع ايضا ابني لي مطار صغير في ذا، ابني هذا بعد. اوه المنطقه تتوسع الى هناك يعني، كويس. ناخذ الفوائد هنا، نسوي محميه، اوكي. ايضا ممكن نبني شويه اشجار وزهور هنا، غابات لتقليل التلوث، تحسين الغطاء النباتي وبس يا صاحبي. وعندي قواتنا ذي تهدد كل من يحاول يتعدى على حدودنا. عندي هنا مرتزقه اخذتهم الحلقه الماضيه، نحاول نجيب الوحدات هذه هنا، حياه حلوه وبس يا صاحبي. هذه طبعا خلها، لا والله ودنا ترجع ندمجهم بهذا الجيش. كان ودي هذا المستوطنين تدمج مع ذي، لانه حاس في قبائل بادي هنا بتحوزنا حوس خصوصا في الشمال، فبنطلع فوق عند تركس، منطقه تركس، وندافع عنها. نرسل الحين جيش تركس من جد، فهمون مع قبائل بادي ممكن تجي هناك، وفي خطر من هذه الناحيه، خلهم يتقابلون هناك عند منطقه الاماك، لانه في احتمال كبير سمايا يجيب، ما ادري، بنوقع معهم اتفاقيه عموما يعني، بنعطيهم انفلونس وكل شيء عشان ما يزعجونا من هذه الناحيه. وبس والله، ايضا ممكن نستغل موضوع السيفكس، اوكي، نشوف وش الشيء الجديد ممكن نفكر. other than that ننهي ادوار بشكل سريع الى الدور 237، ما راح ندقق كثير. دين الاسلام ينتشر يا صاحبي في كل مكان، على فكره هذه مناطق انا مملكها، شعب بنفسجي يملكها. شوف كيف يعني اثرنا فيهم يعني بشكل ايجابي، استحوذنا عليهم، الكوكب اصبح مسلم بشكل كبير جدا يعني. الدين الثاني اللي موجود والله ما ادري وش، ما ادري ترتيب الاديان، بس انا 90% اتباع الديانه الاسلاميه يعني، الحمد لله. على فكره الشعب الاصفر الاخضر عثمانيين، مفترض ان ديانتهم اسلاميه، ما ادري والله اذا هم مختارين الديانه الاسلاميه ولا حقيقه مثل. بس اي لانهم عثمانيين اكيد يعني ايش بيكونون يعني. فكان بحوث جديده، الرادار، بحوث الرادار، هذا الشيء يعطيك مبنيين، انتي اير سيرفيلنس، تجسس ضد الطيارات، وانتي اير كرافت جن، مضاد طيارات. بس لاحظ حقه الحرب العالميه الثانيه قديم شويه يعني. وصلنا 1942 يا سيدي، فاحنا في عام 1942 وهذا المبنى استطيع بناءه بلا ادنى شك. الفلوس اللي عندي في الدور هذه بسرع فيها انهاء اعمال المزارع عشان ننقذ الوضع شوي في الاكل، ناخذ ناس من الفلوس نحطهم في الاكل، السكان بدا يموتون عندي، يجي غيرهم. اعطيها نظره سريعه على المناطق والمدن ونشوف، نسرع هنا ب 9000، نسرع هنا ب 2000، نطلع طيارات، نبي غطاء جوي، بعدها نقدر نبني هذه المضادات، الهاملتس وما الهاملتس والاشياء دي والله مهمه. فحتكون حلقه انهاء ادوار صراحه اكثر من اي شيء ثاني يعني، حتكون حلقه انهاء ادوار و توزيع سكان كالعادة، لأن 6 حلقات الماضية قاعدين نلعب نفس الاستراتيجية. عندي فلوس والله، عندي 7000، ما راح أصرفها الدور ذا، ما أعتقد أحتاج أسوي أي شيء في المناطق هذه، إلا أنه والله ممكن أجمع قواتي هنا. هذا المستوطن أخليها هنا لأنه ممكن نطلع مدينة يعني بعدين. الجهة ذي هذولا علمي علمكم، بنخليهم في النص عند منطقة، تعال هنا يا صاحبي،
وصلوا بسلام. طيب خلهم يجون هنا لانه القبائل القبائل ذي يمكن ترسل الجيش. خلاص خليكم واقفين، انت اندمج مع ذا بس كتعزيزات يعني. وممكن اخذ هذه فينيسيا، ممكن اضمها لي بس ما بالشيء ذا حقيقه يعني. فنفس الشيء ننهي الدور، مشي للدور 238. بعض الاحيان الادوار احسها تطول باللعبه، مرت علي كذا مره يعني حسيت الدور طول يعني. تو يوصل العصر الرابع شعب بنفسجي ولا نجمه، اربع شعوب مدمره، خمسه شعوب يبدو انه والله هي نفس الشعوب مدمره من اول. فاحنا ترى معاي واحد اثنين ثلاث اربع شعوب فقط يعني. بعنا موارد، تبادل تجاري، بعنا ب 2800 موارد، حياه حلوه. هل في احد معاي بالعصر السادس؟ ولا واحد معاي بالعصر السادس، العصر المعاصر. لكن الشعب الاصفر ما شاء الله جاب النجوم كلها في العصر الخامس، والان هو بالطريق للعصر السادس، ما يعني انه يمكن يستفيد من القوه النوويه اللي عندي. المكان اللي ببني فيه دفاعات جويه راح يكون هنا، ليه؟ لانه هو ممكن يطلع طيارات. نحاول نوقف هرابا على حالها لاجل عدلنا الاكل الحمد لله صار 40، بس راح نبني لنا مزرعتين زياده. حتكون هنا المضادات وفيليسيا، فلو نجي نلقاها هذه هي 16 دور يا رجل، فتره طويله بس بسيطه. طبعا الحلقه الماضيه ايضا فكينا المصانع النوويه، تعطينا طاقه نوويه، تعطيك يعني نقاط الاندستري، نقاط الصناعه بشكل سريع. فاي مكان تحس نقاط الصناعه رايحه فيه اعتقد المصنع النووي ذا، مصنع طاقه نوويه يحل المساله هذه. فهنا ايضا نبني مضادات، وهذه الوحدات اللي بتمنا الوحدات العسكريه نبنيها في هاوجين او هاوجو على الحدود مع الشباب، بس واحده من كل نوع تكفي، بحيث انه نتصدى لاي ضربات على الحدود من الدول المجاوره هذه يعني. عندنا مضادات تتولى امرهم يعني. خلاص المنتزقه انا مداعي صراحه ما احتاج. اوكي هذا الجيش تعال هنا ووقف، ما ادري ايش جاء قبل شوي، في زر جاء قبل شوي. هذا لان عنده مستوطنين، خلكم. طيب هذا الوحده معاها مستوطنين، فمعناها تقدر تسوي مدينه في النص، بس ما راح تسوي. تعال 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 شارك شارك معهم. اوكي نوقف هنا مع الشباب، بحيث لو فكرت لو فكر راح يسوي شيء هناك فاحنا جاهزين للدفاع عن انفسنا يا صاحبي. معي 13000 احاول اني انهي هذا، لا كثير مره مازال هذي كثير. روما 8 ادوار ليش؟ نبني الفرتلايزر نعدل عدد السكان، وعندنا والله انفجار سكاني. رايكم نبني المصنع حق النووي هنا في الجزيره، مصنع نووي في الجزيره؟ لا ما له داعي. اوكي نبدا فيه 24 دور ما عندي مشكله، وبس والله احاول انهي الدور. طبعا هنا يقول لك في وحده عسكريه ما ادري ايش اللي هي هذه ولا هذه، مسوي زحمه صاحبنا. عندك تنضم تفضل. وش الزر ذا؟ في شيء طلع هنا قبل شوي، يروح يجي الى الدور 239. نبيع موارد، نحاول اعزائي المشاهدين ايضا نسوي احتفاليات، احتفاليات تسرع العمليه الانتاجيه. فنشوف مثلا منطقه ما فيها اوامر كثير زي هذه، بابليك سكول كاستمز اكاديمي، نحاول نفضيها بسرعه. منفس وسيسلي نحاول نفضيها بسرعه ونسوي احتفاليات يعني. فعلى فكره مستشفيات ايضا فكنا الحلقه الماضيه، الان فكنا شيء الكونسكريبشن سنتر مركز التجنيد، نحاول نعطيه امر هنا مثلا بليزيا او غيرطان او هاوجينغ. الله كلهم زحمه مباني، نجرب نفكه هنا ما اشوفه موجود. يمكن اوريدي بنيناه ما ادري، بس اللي نبي نسويه احتفاليه صراحه، تزيد الفلوس تزيد الانفلونس وتزيد نقاط العلوم. هنا نفس الشيء في منفس نبي نسوي هذا الشيء، انفلونس علوم فلوس. وفروما ايضا ممكن، لا خلاص عرفت المناطق اللي ما فيها شيء يعني. ادفع 44000 نسوي ميثاق الاعتداء ما عندي مشكله. خلاص ننهي الدور، يبدو انه في حاجتين ما ادري وش هي. هل في احد دخل اراضي حقي بياخذ له كفين؟ لا الوضع تمام، الوضع تمام. هذه طبعا مفترض تكون تستكشف من حالها. يبدو اني مدينة اطور هذه الغواصه، افضل انها تجي هنا عشان اطورها ب 7400 الى غواصه نوويه. التوربيدو حق ال 400 الثانيه الى غواصه نوويه يا حبيبي، ما تمزح. اوكي فما حرصت صراحه كثير على القوه العسكريه، اقدر اقول لكم انه هذه ممكن تنضم عندي. تعال هنا يا صاحبي، مطار صحراوي هنا نبي نحاول نسوي سلام معه، لا يقرب نعطيه فلوس. كونغو سوى له قبيلة، هذه القبائل أيضا بنحاول نسلم عليهم، شوف كيف نستفيد منهم. نكسب كذا ودهم، هذول لسه قاعدين يعني بدون العملية النوعية. إلى الدور 240 ب 12500 ونبي احتفالات يا صاحبي، بنحاول نركز احتفالات أعزائي المشاهدين في كل المدن لأجل زيادة نقاط الإنفلونس والفلوس. وبالتالي
طبعا هي ممكن اطالبهم يعطوني مدينة ثانية وزي كذا، بس صراحة ما ابغى، ما عاد اتحمل يعني. We feel this proposal would benefit all. اوكي ما راح اسوي هذا الكرايسس، ما راح اقربها، ما عاد صار في اي داعي للدبلوماسيه بالقوه الهائله اللي وصلت لها. ان 10 ادوار تروح، ماني مستعجل. لاحظ الحرب اوريدي شبت، في حرب ما بين الشعوب دي الثلاثه كلها، البنفسجي والاصفر وال يعني البني، وهذا الشيء من صالحي. هنا اقدر انهي هاملت بسرعه، انهينا اثنين هاملت. مره مهمه لتطوير البنيه التحتيه، زادت عدد السكان لأن مرة كان فل. نحاول ناخذ هذول نحطهم في السعم بهذه الطريقة. هرابة لسه صعب، طاح الأكل برضه، طلب واحد نوبر بليمو. طبعا استقرار رايح فيها. هرابة هي المنطقة اللي تعرفون، كل حلقة تجيك منطقة كذا محتاسة، الحلقة هذه واللي راحت هرابة هي المنطقة المحتاسة يعني. قيرطان يعني ما أدري. سيسيلي خلاص أوريدي أعطيتهم الأشياء اللي بيها. كيرما نعطيهم من الحين أوامر الاحتفاليات هذه لأنه والله مرة رهيب يعني. ونتفرج يا صاحبي، عندي 6000 12000 انفلونس. وين مشوارك طويل، فلازم ننهي ادوار بشكل سريع لاجل وين الايدل ارمي. والله مفترض يمديني اطوره، بس يقول لك كانت بدون 7400 ماني. خلك هنا الين الدور الجاي، نسيت اطور الوحده دي، اطورها الدور الجاي 241. فكينا الراكت ساينس بحوث الصواريخ، الان صار عندي السبيس ستيشن محطه الفضاء، ومن خلالها استطيع ارسل صاروخ الى المريخ المفترض، والمسائل سايلو يعني يعطيك وحدات صواريخ، حفره تحت الارض كذا. ودي حطيت الماوس يطلع لك صوره هذا بس ما تطلع. مسل كروز او المسل كروزر، هذه السفينه اللي مشهوره عند الامريكان والروس، تطلق صواريخ كروز مسل، والكروز مسل بكبره. هذا طبعا اللي يميز تركيا الحين. A new wonder can be claimed ايضا، بالتالي نقدر الآن نفك معجزة عالم جديدة. المستوى السادس حنا أخذنا ثنتين أتوقع ولا واحدة، ونقدر نأخذ من المستوى الخامس على فكرة برج إيفل يعني. وش مشكلة الشيء ذا؟ أنه بي إنفلونس كثير مرة، 13000. أنا صراحة ما عندي ذيك القوة الإنفلونسية، كيف بسحب الموضوع ذا؟ ما راح أبني معجزة العالم، إنما ببني محطة الفضاء يا صاحبي. بدنا ننهي السلسلة دي، عندنا أشياء كثيرة في القناة بنركز عليها، وبحط محطة الفضاء هنا بوجههم يعني. المكان اللي سوينا فيه التجارب النووية، شوف كيف التلوث صار. بين بينك ما هو مكان سليم، مفترض نسوي شيء ثاني هنا، نبني مزارع. ما راح تطلع الزرع هنا، نبنيه حوله. اخترنا مكان مو حلو والله لعمل تجارب نووية وسط السكان، نسيت نفسي والله، ما توقعت انه بيصير انفجار نووي هنا يعني. فمكان سيء جدا لعمل تجارب نووية، وما كنت أدري أن الانفجار بيكون هنا صراحة، ما توقعت بيكون في انفجار يعني. ما أدري وش كنت أتوقع صراحة. anyways البنية التحتية هرابة 3 أدوار، ما له داعي، بخشم الريال أبني لي مزرعة بالله، حسن الأكل، الوضع تمام، كله تمام. حطينا شوية مزارع يعني، ما أدري كيف بنعالج التلوث اللي صاير هنا. بس نرجع منفس. منفس منطقة غنية ما شاء الله، ومرتاحة ماديا، وحتكون يعني من المناطق اللي ما اشوف اي مدينه ثانيه فيها فراغ بالمباني بقدر ما اشوفه في منفس يعني. ايجوكيت يعطيني 20 ساينس لمده 10 ادوار. فلوس لا، بيث لا، اعطني ايجوكيت. علم، العلم هو اللي بيقويك يا صاحبي، العلم والمعرفه. طيب في دورين راح نستطيع في مشروع مشترك بناء، بس يبي لها مساحه هائله، مفترض يكون على جزيره صراحه، واعتقد انه هذا افضل مكان لاطلاق الصواريخ إلى بمحطة الفضاء هذه إلى الفضاء. الصناعات الجديدة أصبحت مخيفة جدا. وفي منفس أيضا حاول نبني مسل سايلو، المسائل سايلو مهمة جدا للصواريخ، صواريخ يعني بيسكلي. نبني واحدة في كل مكان. بهرابة أحط واحدة هنا، خلهم يبنون المشروع ذا. أنا دارين، لا مش دارين يا رجال، بس إذا أقدر أبني المسل سايلو ذا نبنيه هنا في المكان ذا النووي. ما يمديك؟ حطه بوجههم. صواريخ تحت الأرض تنطلق منها في حالة إنه والله قامت حرب، حطه بوجههم هناك، كثروا قللوا، جتهم الصواريخ إلى عندهم يعني. عاد ودي أشوف الشيء ذا إن أكشن كيف حيكون يعني. ما ادري والله. طيب الشعب ناخذه داخل الاراضي حقي مو مشكلة، اي واحد ثاني يفكر يدخل الاراضي حقي راح يندم. والوضع كويس كويس. طيب
ممكن أعدل بعدد السكان. مع الأسف طبعا كان في تكنولوجيا انفكت ما صار تسمح انك تستهلك السكان لإنهاء أعمال بناء أصلا عادي، فبنحتاج يعني نمشي الأدوار شوي. ونفس الشيء مرة ثانية، خلصنا فلوس الشيء تطور نيوكري صب مارين، هذه بهدد ذولا لا زال في العصر الحجري مقارنة فيني يعني. أهلا مايكين نفس الشيء، طيب نو بروبليمو. طبعا هذه وقعنا معاه اتفاقيات كلها صح، هذه قاموا صح صح، وهذولا صح صح. السلام عليكم، لا أحد يجيني، خلكم بعيدين عشان لا تزعلون. هنا الأوضاع كيف تحت السيطرة، هذه السفينة على فكرة بدك تطورها إلى الكروز مثل السفن العادية. شوف حتصير كيف من سفن خشبية ولو أن هذه مو خشبية، هذه آيرون كلاد معدنية. الكروز مثل يا صاحبي، بس يحتاج فلوس بس. إلى الدور 242 وديني البنية التحتية لكل المناطق عندي قاعدة تتطور بشكل جنوني، وراح أبدأ أشوف كيف أشعللها عليهم. بعدين بمسك عليهم الحين أشياء معينة، أسوي نفسي مسكين وطيوبي، وفجأة يمكن أفوز عليهم فوز كاسح. 28,000 ننهي هذه المزرعة، لأنه الأكل طاح عندي هنا بشكل جنوني، صار سالب 143. استهلاك الأكل أعزائي المشاهدين يعود بشكل كبير في هذه المنطقة إلى السكان، لأني فعلت خاصية الأجريدين أعتقد، وفعلتها في هرابة. أتوقعت إنها بتجيب لي أكل الزيادة اللي هي خاصية الأتراك، تجيب سكان زيادة، هي تستقطب سكان زيادة من الدول الثانية، فاستقطب سكان زيادة. طلعوا يعني مو بيشتغلون في المزارع، لا يأكلون الأكل اللي موجود. ما حسبتها صح، ما قد جربت الخاصية دي صراحة، طلعت ضدي مو بمعاي. وعوافي يا صاحبي عوافي، أعتقد الآن لأجل نعادل هذا الموضوع ما لك إلا تصبر لين تروح خاصية الأجريرين هذه. وفي احتفالية، ولو إنه لا والله راحت احتفالية 20%. في شيء هنا متفعل وحايسنا حوس من الأكل يعني، لأنه مو معقول يعني سالب 2570 استهلاك الأكل. وين يا ابوي؟ خلينا نسوي احتفالية أكل دور واحد، ننقض الموقف شوي، يزيد الأكل 20%، ونحاول ندور مكان ثاني نبني مزرعة ثانية. شو نسوي؟ منطقة ضخمة ما شاء الله. إيش ليش مستغرب إنه تو ماتش المزارع بنيناها؟ زودها 14,000 مزرعة ثانية، ليش لا؟ طبعا الشيء المؤلم هو إنك تحاول تعدل مكانها في الكيو، خليها للأمام سر. مشوارك مشوار يا صاحبي، ومن هون لهون طبعا نحاول ننهي أدوار بالفلوس، نبني الأشياء المهمة بقدر المستطاع، الأشياء اللي ما لها داعي نطنشها يعني مانيفاكتشري، مع أنه والله مهمة دي، والله كلها مهمة، هذه كلها مهمة. هذا تحس أشياء قديمة ما لها داعي صح، خيول مدري إيش فورت قلعة كاستم ايجنسي، هذه حلوة، هي أشياء قديمة الحين ما تفكت. مستشفى مالك إلا تصبر. نحاول ان نعدل الانتاج الغذائي في المنطقه هذه، نحاول نخليه توب اوبشن، كل اوبشن جليتش اوبشن. اتفاقيه نيو تريتي افيلبل، هذا الان بدينا نوقع معاه. ما ادري والله وش عنده هو اصلا، ما عنده ولا شيء. مرشنري ساينس كولابوريشن 20 ساينس، ممكن اخذ منه معلوم. قرطان ايضا طاحت الان في موضوع المجاعه سالب 29 الاكل. طبعا السبب يعود الى اوفر بوبوليشن، لانه في سكان زياده. كيف تمنع الاوفر بوبوليشن؟ ما ادري حقيقه يعني كيف توقف الشيء ذا، ما ادري. بس خلينا نشوف هنا البنيه التحتيه هذه، هذه الاشياء تعطيك وركر سلوتس، لاحظ هذه ما، هذه ما يعطيك. في اشياء تعطيك عمال زياده، مباني تعطيك عمال زياده، فانت هذا اللي تبيه عشان تزيد عدد السكان يعني. هذا شوف تعطيك 2 ريسيرش سلوتس، نطور البنيه حقتنا. هذا اللي قاعد ابنيها ايضا تعطيني 2 وركر سلوتس. هذا استقرار بير ستابيليتي، المستشفيات مره مهمه، والمصانع ما تعطي سكان زياده. هذا الطريقه اللي تعالج فيها الاوفر بوبوليشن، زياده السكان تزيدها عن طريق بعض المباني اللي تعطيك يعني سكان زياده. وان ساينس بير بوبوليشن، انا اشوف هذا افضل حاليا في هذه المنطقه، وهذا ايضا مهم. المبنى حق الثقافه التركيه، اعتقد المستشفى لكل ريسيرشر راح نستفيد. فترتيب الاولويات حيصير الحين على حسب الوضع اللي صاير. هذا 3 ريسيرشرز يعطيك 3 سكان زياده، رائع جدا. نبدا فيه هنا بعد هذا 10% ساينس، بنحاول نفك كل الاشياء لها علاقه بالعلوم الزام شهدين لاجل تسريع العمليه البحثيه في هذه الحلقه. هذا كانت مايكين كيرمح، نمشي على نفس الخطوات مع ان السكان ما وصلنا فل لسه، كنا نفلل قريب. هذه حسها ما لها اي داعي التورني، اوكي بس طالما راح تعطيني سكان نو بروبلم ناخذ الفلوس. 10% دخل زياده مو مشكله، هذا يعطيني وركر سلوت. هذا اندستري المستشفى، بعدين هذه 10% صناعه، بعدين 10% اكل، مع ان الاكل هنا ممتاز ما شاء الله. هذا مره بطل، 3 باحثين. فوقت طويل يبي لك يعني لين تحقق فائده مرجوه، وهي زياده عدد السكان في المكان يعني، زياده عدد السكان في المكان. حلوه الكلمه دي. في اشياء من اول ما بنيناها نحاول نبنيها ونعادل الوضع اللي صاير. خيرطان ايضا نفس الشيء، الارتش هذا اوكي عندنا خيرطان. هاو جونغ اعتقد نحتاج ايضا نزيد الكاب حق السكان، ولو انه الهاملت هو اللي يسوي الشيء ذا. الهاملت مره بطل يعني، يزيد السكان في المناطق هذه كلها يعني. منفس ما ادري والله، ممكن ما ممكن. سبيس ستيشن طيب
انفس مفترض نقدر نسوي الشيء ذا. طيب يا صاحبي 20% احتفالية هذه خلها اخر شيء ما لها داعي. صقلية المطار بهذا الشكل. وروما يا روما والله رهيب روما. افترض ايضا نسوي نفس الشيء في روما لان عندي كاب حق السكان ذا طلع فوق الكاب، فبنحاول نشوف كيف ننقذ الموقف ونزيد الكاب السكاني. ما اعتقد في امكانية حقيقة. اوه لحظة عندي هاملت، والله الهاملت تقدر يسوي الشيء ذا. الى الدور 243 صاحبي اخذنا نجمة جديدة. The race is on، بدأ السباق اعزائي المشاهدين. مملكة بنهنتر الاتراك has successfully built the first space station، بنينا اول محطة فضاء. Interplanetary expedition الان is possible. بنحاول نكتشف the thin blue line، الخط النحيف الازرق اللي هو السماء يا صاحبي. وفي كلام كثير مكتوب، احنا بنزيد نقاط العلوم. simulation منفس ما هي بسهلة، ولو ان هذا الجزيرة ما ادري تابع لمنفس، هذه تعتبر في منفس؟ الجزيرة هذه لا صقلية ذي. ايه بنناف صقلية محطة الفضاء. في هذه الحالة اعزائي المشاهدين اقدر اقول لكم المشروع الثاني يختلف، المشروع الثاني اللونر لاندر يمكن يكون ايضا في صقلية، بس يمكن دور مكان ثاني هنا، تو كان في مكان هنا ما ادري وين. دقيقة بنجرب هناك. 8 ادوار بمساعدة منفس، هذا ايضا مشروع فضائي ثاني. حاول طبعا هنا بفلوسنا القليلة ذي، ايضا لاحظ اذا في فلوس بهرابة نساعدها شوي لانه هرابة رايح وضعها شوي مو مرة بطل. انا تحسن الاكل، ما ادري ليش تحسن الاكل، بس يمكن عشان بنيت المباني الصحيحه بالشكل الصحيح بالترتيب الصحيح اللي رتبناه قبل شوي. الهاملت ب 7000، حاول ننهي الدور هناك، بدل دورين، خلصوا الامور، هنا 4 ادوار انهي، زيد عدد السكان، دخل الاراضي حقنا هذا، وش قلنا نسوي عزائي المشاهدين باللي يطب اراضينا؟ نقصف والديه صح؟ صح ولا لا؟ طيب خلينا نقصفهم اول شيء. ما جت فيه 100% الضربة، لكن نقدر نكمل عليهم بهذا الجيش. طبعا لو بنهاجم بهذا الجيش ما اعتقد مدين عليهم. ليش ما طلعت جنود كفاية في كيرما؟ الوضع كذا خطير يا صاحبي ما ينفع. طيب نخلي المعسكر هناك، نحاول ننهي ستوك بايل، ووضعه تمام كيرما بس نحتاج جنود. فاللي حنسويه بكل بساطة وسلاسة هو واحدة من هذه المقاليع ووحدات واجهة، هاتهم كلهم. نحتاج جيش حديث شوي في كيرما عشان نواجه الشعب البني هذا، الان نفك الوحدات الجديده لانه ما فك ساحب على التكنولوجيا العسكريه، رايح على الفضاء وبلعب على الهدف مو بالعسكري، الهدف الاستكشافي. نرسل لنا نسوي الشيء اللي ما سووه العرب صح؟ ولا العرب ارسلوا؟ اعتقد ارسلوا الى المريخ، ارسلوا شو اسمه ذي؟ صاروخ. على فكره انا اقدر اطلع الصاروخ ذا بس لازم مثل سايلو، صار عندي نوكلير مثل ايضا صاروخ نووي، وبالتالي ممكن اضرب ضربه نوويه يعني وين ما ابغى. ما هو شيء صعب يا صاحبي بالنسبه لنا في هذه اللعبه الرهيبه اعزائي المشاهدين. فاعطيناهم ضربه تحذيريه، ارجع ادراجك. الطياره الثانيه ذي مجنونه، وبخليها توقف الاستكشاف، وتسدد ايضا ضربات لاي واحد يدخل اراضي. طبعا هذول ايضا ممكن نطالبهم. الان خيرطان بس هي اللي فيها نقص في الاكل بسبب زياده السكان، مفترض الوضع يتحسن. عندنا طبعا اشياء كثيره وبنية تحتية. طيب هذه قدمها، هات هذه بدل المستشفى، وهات هذه، هذا تعطينا 2 worker slots، هات هذه 2 عمال زيادة. يا سلام، هذه تعطي كم؟ 3 باحثين 2 workers، بالتالي يزيد عدد السكان 5 سكان زيادة. طيب shared project، حاول انه كل المناطق نضغط على الزر ذا، ننهي اعمال بناء بالكاش. الكاش ينهي النقاش. اعزائي المشاهدين افترض نقدر ندمج منطقة هاوجينج، طبعا هنا خلي الطيارة ذي توقف. منطقة هاوجينج مع ذي 25000 زاد سعرها والله. يمديني مايكين مع كيرما وانتهينا. وهرابة والله يبي لها دمج والله، يعني لو تفكرون فيها شوي غالية مرة، غالية مرة. يعني بنقلل المناطق يعني أكثر من كذا. فليسيا هي اللي قهرتني، صغيرة 25000. طيب وش السالفة؟ نيو تريتي، نقدر نسوي ساينس كولابريشن، ممتاز. الثاني ايضا ساينس كولابريشن 500، نستخدم الانفلوس حقنا، نزيد يعني قوتنا في نقاط العلوم وكذا. هذول ارسل شيء لو ارسل بيروحون فيها وطي، صدقوني يا شباب. طيب الى الدور 244، رقم مميز جدا ودور مميز جدا، بعنا موارد، ما حد انتقل الى العصر السادس الى الان، لا زال الشعب الاصفر. شوف الشعب نفسه جاي يعطي ضربه استراتيجيه للشعب الاصفر هذا المكان وياخذ كراكاو. بمسك على الشعوب ذي كل شيء. اوكي كسبنا سكان جدد،
وزي مشاهدين نقدر نقول انه يمكن حان الوقت 550 ممكن طبعا يعني هايط انه والله احنا رايحين للقمر سيلبريت اون ذا تارجت او ادفرتايز 500 والله ما ادري اعطيني انفلونس يا حبيبي 500 انفلونس شيء مره بطل. طيب طفي هذا يا ويلهم. شوف هذا دخل راضي حق. طيب شوف الحين كيف الشغل. اقصف والدي والدي ما يتعلمون ذولا. قاعدين نهددهم وما في فايدة. طيب تدري اللي بنسحب ورا شوي. اعطيني المورتر. اعطيني هذولا. الجيش ذا جاهز. تعال هنا بالله. وش ذا المبزرة ذي؟ طيب زدنا الكاب الى 80 هذه المنطقة. في حالة الكاب الجنوني هذا كل ما عليك فعله هو استخراج الجنودي. سكان الكثير ذولا تحولهم جنود يا صاحبي. ولو ان الببليك سكول شيء مرة بطل بس يعني. اعتقد هذا اللي لازم نسويه. بنبني المسل سايلو ونبدي نبني القوة العسكرية حقتنا. هذا افضل كورس اوف اكشن. وما ادري وين السيارات هذه اللي طلعناها هنا. ما طلع الا هذه. نطلع جيوش في المناطق اللي فيها فائض سكاني. جميل. هذه خصوصا يعني سفينة 27 جندي. هات 27 ساكن. هات السفينة الصاروخية دي. هات الحالة اعتقد بتحوسهم يعني. لازال مدينة ستيم فرقات يا ساتر يا قدمة هذه. اوكي فاعتقد هذا افضل طريق للتعامل مع الوضع. بالنسبة لمايكين. بالنسبة لكيرما. والله ما ادري. فالنسيا. نضغط على هوجينج. برضه 25000. طيب. برنتنج هاوس. حلو. انقذنا الوضع شوي. هي هذه اخر ادوار للبناء لهذه المناطق. نقدر نقول ان الوضع تحت السيطرة. طيب بعد الهاملت نحاول نساعد في بناء اللونر لاندنج هذه بسرعة لانها في سيسلي. خل نساعد فيها بسرعة. ننزلها من 7 ادوار الى شيء اقل. صارت 5 هنا. كيرما بالله ساعد. هرابة. هرابة بالله ساعد لك الكثير مرة. هرابة ما اعتقد ان تناها امر. 3 ادوار. فليسيا. تعال. ساعد. اوكي مايكين خلها. هاوجينج هاوجينج تعال ساعد يا دوب. ها يلا ندمج. فكان الفايتر جيتس طيارات الحربية اللي من جد عليها الكلام مع صواريخ السام. ارض جو جميل جدا. سيلثي اوبريتف مسز هذه حقت الاتراك بينها 14 المنيوم. احنا عندنا 9 فقط. تيرول فايتر اللي هي طيارة متعددة هذا برضه بينها 14. فهنا هنا يتحدد الهدف الجديد اللي انا نسيته صراحة اللي هو الالمنيوم. وصراحة اشوف موجود هنا 3 وانا عندي 9. معناته الخطة كالتالي. تعال يا صاحبي اعطونا الموارد اللي عندكم. غريبة ما اخذوها لكننا بناخذها بالمضاربات. اي بالضبط. هذه قبيلتهم عموما. عاداتهم قديمة مغبرة. طيب وين موجود ايضا عشان ما نسوي مشاكل. الالمنيوم وينك يا الالمنيوم؟ في 2 هناك ما هي حق احد. اجل القبيلة اللي تحت راحت فيها. 4 ادوار. طيب توفيق وجهه. القبيلة دي راحت فيها الى اللانهائية. و8 ادوار. اير ترافل. اوه لحظة وات مديك تنقل الوحدات بالطيارة. صدقوا اعتقد يا لبيه طورنا الطيارة حقتنا. توني ادري والله عن الخاصية هذه ان مديك تروح بالطيارة بس ما عرفت شلون استخدمها صراحة. فلاي سلكت ادري وش تو فلاي ذا سكوادرون. Cannot be done as there is no valid target in range. كيف يا ولد؟ كيف الواحد يستخدم الخاصية دي؟ دقها رجلية. طيب يبدو ان ما شاء الله يوم طورنا الطيارات صار الرينج حقة الضرب مخيف جدا جدا جدا. البمبر هذه بس شوف بكم 17000 يا ساتر. اعتقد لانه يستورد الموارد هذه من مكان ثاني. ادفع فلوس ونتحالف. غير كذا لا تكلمني. متصدر لا تكلمني. خذنا سكان زيادة. خسرنا سكان في روما. ليش؟ وين النوكلير صب منين حقتنا؟ طور ابوها. Army is not concealed because another empire has detected. متخبين تعتبر وحده جاسوسيه. تكشف على راحتك يا صاحبي. لا لا مو على راحتك. تعال هنا لا تدوخنا. غواصه. طيب الجيش ذا جاهز. الوحدات الشعب البنفسجي الظاهر فهم الفكرة وانسحبها بعد ما اكل ضرب. الشعب الاخضر عاد هو تابع لي يعني. اما هنا في طيارات توني ادري والله. اوكي لو فكر يقرب والله بيروح فيها وطي. خلنا نتقدم. اللي ودي ابنيها صراحة هذه بس ما ادري شو وضعها. ثيرمو نوكلير مسل ما راح ادقق صراحة. هرابة كل شيء مشغول حاليا. طيب اذا مشغولين باللونر لاندنج هذا مشروع
المحطة الفضاء السفن ذي كيف تطويرها؟ صارت ستيم فريجيت. اهلا هلا. معناته الدور ذا لازم ننهي ولا ندمج؟ ها نقدر ندمج ذي بذي. 25,000 مع ذا او جونج. يا شيخ ندمج يا رجال. سالب 700 يا رجل. 112 ساكن زايد. لكن في هاملتس كثيره راح تبنى. الهاملتس حتساعد الموضوع ذا. اي الهاملتس حتنقذ الموقف يعني. فلو حطينا الهاملت الحين لا خليها بعدين. والله مشكله. معناته تبين احتفاليه بسرعه هنا. احتفاليه تاكل بعد مشروع بناء البتاع البتاعي. طيب تدري خلي الاحتفاليه الاحتفاليه الاكليه هنا والهاملت بعدين. الفضاء ذا ما له داعي يبنى من هنا. ممكن نشوف مكان ثاني يساعد في البناء. مايكين. اي مايكين ممكن. اللونر لاندر. طيب يا شباب التكنولوجيا ساحبين عليها. نرجع نخطط الشوط الثاني. وش الاشياء اللي ممكن تفيدنا؟ في اشياء صراحه في عصر الثوره الصناعيه ما فكناها وهذا غلط. اعتقد انه يمكن نحتاج مثلا نفك يعني اشياء لها علاقه ب يعني قوه الشعب وزي كذا. اوكي باي نظر امباير هذا تعطينا الجريلا وورفير حروب العصابات. ميكانيزيشن يعطيك اشياء لها علاقه بالاندستريال سايلو. عزام شاهدين مره مهمه المصانع. من المصانع فنبدا بالميكانيزيشن. كيف ما فكناها ما ادري فما كنا مدققين صراحة. هذه يزيد السيتي كاب واحد. الأربن بلانينج تخطيط العمراني مرة يزيد السيتي كاب. سيمدينا ناخذ بدل 7 مدن 8 مدن بالتالي يزيد نقاط الانفلونس عندي. هل هذا يحتاجها حاليا؟ لا. هذه حلوة لكل كومن كوارتر تعطيك يعني وايرلس ما ادري تعطيك لكل كومن كوارتر واحد انفلونس. ليش لا؟ هذه فلوس زيادة ووحدات عسكرية وسفن ومدري وش. وهنا تلاحظ هذه كلها قوات عسكرية ونافال ترانسبورت. لكن انا ما ودي بهذا الشيء. ودي بذي كولوني جريد هاي ويز طرق الاوفشور. يا سلام الكونستراكشن تيم فريق البناء. وش ذا؟ اربن بلانرز مخططين مهندسين بنائين مدري ايش. يقدرون يطلعون زي المستوطنين يبنون مدن جديدة فيها 6 سكان. فري تريد راوت هذا خط تجاري مجانا يعطيك قلة تكلفة التجارة 50%. نبني فاينانشال ديستريكت اللي هو السوق هذا. الباور لاينز يعطيني لكل المنيوم ديبوزيت مسيطر عليه 15 اكل 15 اندستري 15 مدري شو هايدرو وسد. عصر الكمبيوتر ممتاز بس بنشوف اذا في شيء ثاني ما ادري. نخطط هذه الاشياء خلاص. 9 13,000 نقطة علوم يكون شيء جنوني للفترة القادمة اعزائي المشاهدين. يبدو انه في وحدة عسكرية هنا ويا قدمة هذا الوحدة العسكرية. ما في اي تطويرات لهذه الوحدات العسكرية. هو في بس ما فكينا هذه الوحدات العسكرية اللي بدك تطورها. فانا بجيب الجيش ذا بوقفه هنا. اثبت مكانك اثبت مكانك. No matter how poor the quality of the video, it will be watched as long as humanity is capable of it. طبعا الان كل امبراطوريات العالم وعواصمها تحت سيطرتي. الآن فكينا شيء من تكنولوجيا العصر السابق صراحة اللي هو الهندسة الميكانيكية. أقدر من خلالها أبني بعض المباني الحلوة أبرزها الفاكتوري اللي هي المصانع. يعطيني سكان زيادة للأماكن اللي فيها ازدحام سكاني. إما نطلع جيش أو نبني مباني. يو كومبليتد انتر بلانيتري اكسبيديشن. ليش؟ لأني بنيت محطة الصواريخ اللي تطلق الصواريخ وحنودي صاروخ قبل ما نروح للمريخ. أول شيء نروح القمر. هاتي 6,000 غيرانة مني. ها غيرانين من الملكة صراحة. أنا ما أدري ودي أسلم عليها. لحظة وش ذا العلامة؟ هو مستعبد الشعب بنفسجي. ايه اوكي ريناونس. اول يا رجال نبي تجاره يا شباب نبي تجاره. هذا عنده موارد عنده موارد عنده موارد خلينا نشتريها كلها لاني بفوز عليهم. عرفت خلاص ما نبي حروب الحين ما نبي مشاكل الحين خلاص. عصر العلم والمعرفه انتهينا من عصر الغابات هذاك اللي كنا عايشين فيه. ايش رايكم بالله؟ طيب هذا الشعب يمديني اطور علاقتي معاه اكثر واقدر بهذه الناحيه اخذ انفلونس زياده مرشنري كوز زياده او فلوس زياده. خذ انفلونس احسن. هنا نتقدم الى هذا المكان بناخذ هذه الموارد يا صاحبي اللي هي هذه 3 ألمنيوم. في ألمنيوم فوق ارسلت جيش ياخذ يسوي معسكر هنا يبيل 4 أدوار لين يوصل. باتريوتيك اون منفس تقليل تكلفة الصناعة بشكل عام ارض جو بحر 20%. الشعب مرة مبسوط ان انا رايح للقمر. وين هاللونر لاندنج هذه؟ على فكرة اقدر ابني المارش كولوني الان 27 دور والفيوجن تيست. خلينا نبني الفيوجن تيست. حقيقة ودي يكون في روما. ايه بس روما يا اخي بنية تحتية مرة ماشي ممكن نصلحها صدقون. مو فكينا اشياء جديدة قبل شوي زي المصانع. هذا 10 أدوار يعني. فاعتقد هذا الاندستريال سايلو والمصنع
بيكون كويس يعني تجي تبني هنا مع هذا 18000 زاد عدد السكان، فنحتاج نزيد السكان في الجزيرة هذه بأي طريقة كانت. الهاملت هو أحد الطرق، وهذه أيضا أحد الطرق ممكن نجيها بعد شوي. نقاط العلوم، نقاط الهندسي أيضا هذا أحد الطرق، نقاط الزراعة أحد الطرق. علمي علمكم، فخلنا نشوف وش الآلية. هنا ما شاء الله 17، لو ببني مزرعة 7 ولا ببني صناعة 7. أجل العلوم وش في 19 هنا؟ أوكي نو حيكون هنا 10 ادوار قدامنا شغل، فحيكون ان شاء الله هناك. الغواصه ودنا انها تجي وتنتبه للموضوع اللي قاعد يصير هنا، خلنا متخبين ما حد يدري عننا. ما شاء الله الوضع في هرابه كويس، الاستقرار سالب 160% مرعب. وهذا دخل اراضي لاحظ ما يفهم. طيب بحاول اقصفه صراحه، بس ودي اعطيه ضربه، نعطيه اير سترايك. والله نص قوات راحت، هي واحدة اه راحوا 100% كفو. لا تخش الاراضي حقي، خش الاراضي حقي تروح فيها، ممنوع يا حبيبي. شوف ذا داخل بعد، وين الجيش؟ لا تدخل اراضي، لا احد يخش الاراضي. ايه ارجع، عندي طيارة ثانية بعد بالمصاد لو فكرتوا. عدون شبر تروحون فيها. فنشوف الحفلة في هاوجينغ سالب 400 مليار، الوضع جدا سيء. في عندي الآن آلية أكثر لزيادة أيضا الأكل عن طريق الهاملت وعن طريق هذا الفرتلايزر، 10% يزيد الأكل، مرة شيء مرة بطل. عندك أيضا هذا مصنع الجرين يزيد الأكل، ففكرنا تكنولوجيا جديدة وأخيرة للأكل. ما أعتقد في أي شيء ثاني حين يقدر يزيد الأكل في شجرة تكنولوجيا، ما في. فهذا اللي راح تنقض الموقف. طبعا بالنسبة لي تحسن السمعة، فتحسنت بشكل تجاري مع كل الشعوب الثلاثة هذه اللي باقي. انتهت الحروب ما بين الشعوب، فيبدو أنه ما في حروب حاليا بين أي أحد إلا في البنفسجي والأصفر، هم أقوى شيء. الأصفر استعبد البنفسجي، والآن تتصاقعوا البنفسجي والأصفر. محذرهم لا تطبون في الأراضي حقي، بالطب تروح فيها. شفت كيف؟ شوف الأكل هنا صار بالسالب. انما ما ننسى نعطيهم نفس هذا المبنى الجديد قلنا لكم اللي يزيد الزراعه يعني. مره بطل انا بينكم بشكل ابني الحين السايلو. الاوضاع تمام في مايكين، ومو مره تمام في هذه المنطقه اللي ايضا ممكن نعطيها هذا المصنع الزراعي في مايكين. نقدم شوي بالله اللي هو الاولويه يا رجال، البنية التحتية رايحة فيها، والفلوس أيضا هاي مرة عجبتني. السفن اللي هنا ممكن نطورها بعدين. الغريب أنها ستيم فريجيت صراحة. قدم قدم، لا لا تطلع، لا قابله تقابله هنا، قابله الله يصلحكم. طيب أعزائي المشاهدين، فبنينا هذا هو حقة اللي بيروح القمر، أوكي؟ افترض الآن نبدأ مشروع إيذر مارش كولوني أو الفيوجن تيست. أنا ودي بالفيوجن تيست كذا نجرب مكان يعني، أو ما أدري مارش كولوني إيش رأيكم؟ خلينا نشوف وش الفيوجن تيست هذا، بس نبي مكان كذا نائي ما في بشر زي هنا مثلا. ولو إنه حقيقة يعني ودي أنشأ مدينة جديدة في المنطقة هذه. عموما هذه منطقة، هذه مدينة صح؟ أجل أجل مو هنا، ما عندك تغير مكان صح؟ والله توهقنا. هذه وين تعتبر؟ سيسيلي صح؟ ما عندك تكنسل؟ والله إي والله توهقنا. إذا اخترت مكان خلاص يردن، كان ودي يكون هناك يعني. شوف هذه، فأنقرة فرصة رهيبة يعني نسوي فيها توسعة. والله إني ساحب عليها، ما أبغى أصرف فلوس صراحة، ما نبي نصرف دراهم، خلي الفلوس. بس الفيوجن تيست هذا هذه لهنا هو الشيء القادم. 4 ادوار لا سرع كلنا عليها. خيرطان بالسالب نو بروبلم. اسرع اسرع اسرع. هاوجينغ هاوجينغ لا تقربها. هرابا يلا. روما شو الاخبار؟ ترى صار دورين. اجل خلها انقره تشارك بعد، ارض انها شاركت برضه دورين. طيب مو مشكله. الى الدور 247 نتقدم. هل في إمكانية ندمج مدينة ثانية بعد؟ هل في إمكانية ندمج مدن زيادة؟ خيرطان مجاعة، هو جاه مجاعة. 13000 نبني المزرعة المصنع حق هذا. المانيفاكتشري أيضا يزيد السكان 2، يصير ما عندي فائض أو قللت الفائض من 73 إلى 75. بعدها بنشوف كيف طلع سكان من البمبر. هنا اللي كان بدي أنقذ الوضع صراحة، مصنع السماد هذا. الوضع كويس، بس قاعد أشوف وين إمكانية الدمج الجاية. كيرما بمايكين، كيرما بمايكين شكلها هي الفلة. ايه كيرما مايكين. طيب اعزائي المشاهدين، يبدو ان نسينا نحرك الوحدات هذه اللي هنا، ولا اوريدي معطينا امر تتحرك الظاهر اوريدي. نقدم نبي ندمر القبيله هذه، ما لها داعي، ما لها اي داعي. ممكن نسوي تغطيه بريه جويه، نضرب هنا ما يمديك بعيد الطيارات. كيف الاوضاع هنا؟ قدم يا ولد، انا جيش بطل صراحه هنا، بس قديم بس يعني
نسوي عاد ساحبين على التطويرات العسكرية. هذه السفن اتش دي سورسز على فكرة ممكن نسرق موارد هنا، ممكن نضرب بعد يعني. هل لكم كذا اوتو اكسبلور. ننهي الدور اعزائي المشاهدين الى الدور 248 الى 248. اربن بلاننج الان المفترض تطويرات بنية تحتية سيتي كاب واحد، ستقدر تشيل 8 مدن من هذا. سوينا تجربة انفجار نووي وجربنا الصاروخ النووي كيف ينفجر وفجرناه هنا ورا. حقيقة كان ودي افجر هناك في القارة بس توهقت خلاص حطيت المكان يعني. بعت موارد واقدر اقول لكم هذه التجارب مو شرط نستخدمها ضد الشعوب الثانيه بس نردعهم. نفسك توكل. صرنا ساكن في هاوجينغ، هاوجينغ هي المجاعه الجديده وبالتالي نبني. شوف كيف تغير الوضع، شوف شوف كيف شوف 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 نبني الهاملت. شوف 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 طورنا الوضع مره بشكل كبير. هاش من ريال صلحنا الامور. اقدر اسوي الان انفجار اي سي بي ام. هذا الشيء لو بسويه بسويه في انقره، ما ادري وش الاي سي بي ام ذا صراحه، وليت يوريك الانيميشن والانفجار يصير يعني ما نشوف هذا الشيء. اي منطقه فيها استقرار طايح ممكن نجيب البوليس فورس نبني المبنى هذا، يزيد الاستقرار 10%. ممكن يكون مناسب في مناطق ممكن نطلع عليها من هنا، استقرار فيها يكون مره رايح فيها يعني. ويبدو انه كويس في اغلب المناطق ما عدا هرابا. هرابا اللي اجل ان تدمجها في كيرما يبي لك شيء جنوني من هذا الاستقرار كيف، وبيتحسن شوي شوي. ففلوس خلاص، فلوس ما في. نبي نركز الان نبني اللي تودينا المريخ، بس صراحه ما راح احط الامر حق البناء الحين، ممكن احطه في انقره ايش ما ادري، بس كذا 100 دور عشان بانقره. وينك يا درب المحبه؟ يمكن اسرع مكان لو نضغط على منفس 20 دور. ايه منفس هو اسرع شيء، فنبدا نختار المكان من منفس. منفس عنده جاهزيه جنونيه لبناء هذا المنبنى هنا. هذا اللي محطه اطلاق الفضاء اللي راح تودينا ان شاء الله. حقوق الأطفال، حقوق الأطفال، one work slots on city or outpost per market أو research. والله ودنا بالريسيرش، 10% بحوث هذا وش تعطي؟ 5% بحوث واستقرار لكل المدن. لا يا حبيبي. The long-term strategy seems to be smarter if it's built on lifting everyone up. أوكي هذا وش تسوي؟ unlock of academy of arts influence ولا أكاديمي فاز في ريسيرش كوارترز بير جاسن ديستريكت، وهذه كمان كوارترز بير جاسن ديستريكت. والله ما ادري، هذه لو جبتها هنا تعطيك ستابيليتي في كل المدن، وهذه هذه تالنت مست بي فاوند اند نيرتشرد. أكاديمية العلوم الريليجن ما ادري فلاورز كان بي فاوند امونج ذا ويد. حقيقة ما ادري، هذه حترجعها من ورا الى هنا. 5 ستابيليتي لكل المدن. طيب فورن ريليجن سترينث بونس 25% زيادة الايمان في المناطق اللي تتبع ديني 25%. يا سلام. ريبليس ذا كرنت ستيت ريليجن وذ اثيزم. لا يا حبيبي ما بغير ديني للالحاد. نو 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 نو. طيب اتفاقية جديدة مع قبائل بادية اعزائي المشاهدين، حاول نطور علاقتنا مع قبائل بادية ذولا المسالمين الى تبادل ثقافي. في قبيله ثانيه ايضا اللي هنا لا يهاجموني ذولا، بس يا سلام وقاتل انفلونس يا حلوه. وصلت الشله، نبي يسوون معسكر يا شباب ياخذون هذا المورد. وما ادري هذا يقع في اي مكان، هذا يقع هنا ولا هنا؟ يعني هنا يكفي 12. يا عمي نجرب وشوف. اخذنا الله على طول دور واحد. اخذنا 2 المنيوم، نحتاج زياده. خلاص تمركزوا. توكل توكل. اخذت منطقة كان هي ودها فيها الظاهر، جيت عندها صكيت عليها عشان كذا زعلت الظاهر. قاعد تبني هنا ما ادري. بنصك عليهم هنا ايضا. هذول يبينهم 5 ادوار لين يوصلون. طيب نو بروبلم. بس حط علامة. طيارات. ممتاز. ما عندي الا 169 ذهب، مرة صرفت كل الاشياء اللي عندي، نعم، معطي 46,000 نسوي سلام، صح؟ من حقي يعني. توكل يا اجل. دور جميل 242، روح 49. طيب، الآن لو نلاحظ الديانة كيف الإسلام انتشر بشكل جنوني بعد شوف هذه الشعب الأصفر متبني ديانة الشنتي وزم، شعب بنفسجي. شعب البني يعني. بس يظل الاسلام الاقوى 92% نسبة انتشار و8% الانيميزم. وش الانيميزم؟ ما ادري ولا بدري. مجاعة في منطقتين اعتقد هنا في هاوجينغ، لا هرابا. رجعنا برضو نبني مزرعة يا حبيبي بالمصاد قاعد لهم. طيب حطينا المارش كولوني ولا ما حطيناها؟ بنيناها ولا ما بنيناها؟ بنيناها، بس وينك يا درب المحبة؟ فمن هون لهون خلها تريح شوي، نبني هذه الاشياء، سوي احتفالية.
نبي الأشياء الثانية بدنا نرجع لك، لأن نبي المدن الثانية يكونون يعني يلحقون شوي، متأخرين مرة، متأخرين بابلك سكولز مدري إيه، مرة مرة يعني متأخرين مرة. وصلنا ولا ما وصلنا هنا بالنسبة للجيش ذا؟ وبما إني حاط على إعلامه يتمشمش من حاله، نعزز عشان لا تحاول ذي تسوي شيء لأن شكلها زعلت. هذا الجيش خلي بحوث جديدة فكينا الوايرلس تلغرافي. تخيل احنا عندنا اقمار صناعية وذا وتونا نفك الوايرلس العشوائية بشجرة التكنولوجيا، لا احد يدقق. ما يهمنا، انهيكم بنووي صاروخ واحد. سيسيلي ستارفيشن مجاعة. طيب نبني الببليك سكول، حاول ناخذ اللي في الفلوس ذول نقول لهم تعالوا كلكم في الاكل. طيب نحاول نوجه من الفلوس الى الاكل والى التكنولوجيا. هذا بالنسبة لسيسيلي. منفس نفس الشيء، نسوي احتفالية نزيد نقاط الانفلونس عندي بشكل جنوني. احتاج ادمج مدينة جديدة. اوكي فعلى حساب الفلوس يعني خلاص. قرطان نفس الشيء. بمبر هم مسؤول لسه ما سوينا. هاو نطور قرطان شوية يا شباب. هي كيرما ومايكين. كيرما ومايكين مزعجين من اول، قروشينا من اول، ندمجهم مع بعض هيطيح الاكل بشكل جنوني. هرابا اوريدي سيطرنا على الاوضاع، ما عندنا استقرار والله، ها بس يعني تحت السيطره. الاكل هنا ممتاز ايضا، استقرار طاح نرجع ان شاء الله. باقي 50 دور، باقي 50 دور. في هذا ال 50 دور يا شباب 20 دور حنستغلها نشوف الاليه كيف. احتاج فلوس كثير صراحه، فابي احتفاليات، بسوي احتفاليات يعني. فيمكن استغل انقره في هذا الشيء بين بينكم، سوى احتفالية فلوس وانفلونس وعلوم ايضا. منفس اوريدي سوينا احتفاليات، نسوي تريد فير 20%. هذه الاحتفالية التجارية مرة مهمة. 10 ادوار يا ساتر. دور 251 ما راح اخذ معجزة جديدة صراحة قروشة. هل في احد انتقل للعصر السادس؟ الى الحين ما في. عندي 16 نجمة. إمكانية تحالف مع هذا القبيلة بشكل أقوى. كلاين ستيت ولا أسيميليت؟ إف أي أسيميليت ذم حتصير مدينة، ما أبغى تصير مدينة. وكلاين ستيت هي أفضل خيار يا سيدي فارس. قرطان زاد عدد السكان وزاد في 3 مدن ثانية أيضا. أوكي هنا جاهم الموت راحوا فيها. عندنا جيش قوي، نحاول نشوف كيف الآلية راح تكون. الفكرة هذه وحداتهم، وهذه أيضا وحدات. فلي زيادة نقاط الإنفلونس صار 4000 كل دور. دقيقة ما أدري، ما أبغى أتمشكل معاهم عشان التجارة، دائما أنسى هذا الشيء عشان ما تتقفل خطوط التجارة. سير أبيع موارد وبشكلي أستفيد من الشيء ذا بزيادة في الأكل وفي أشياء ثانية. طبعا هنا مرة الوضع متأخر مرة، لكن والله ما عجبنا، خلينا نزوده ونزيد السكان من خلال المباني هذه الجديدة اللي فكناها. بنية تحتية تعطيك سكان زيادة بس تتسد. جيب ذا هنا ده المطار يعني. 252 تكنولوجيا جديدة بسنة نفك تكنولوجيا بشكل سريع. سيفل انجينيرينج الهندسة المدنية، هذا اللي تعطيك المستوطنين الجدد بكل بساطة والطرق والشوارع. using roads now cost only 50% movement points. الأوفشور بلاتفورم تيك نقاط اندستري. احنا نحتاج يعني نطلع المستوطنين الجدد. هراب الوضع مرة مو مرة كويس، ما اقدر انهي هذا الاعمال لان الاستقرار طايح تحت 30%. هذا اللي ما نبيه. والعجل تحسين هذا الموضوع حنحاول نسوي جيمز احتفالية رياضة. 5000 نطلع الاستقرار فوق، نبني اشياء تحسن الاستقرار. البوليس ستيشن هذا مركز البوليس 18000 ايضا مرة ضبط الوضع من 80 إلى 32 دفست. اقدر ابنيه مرة ثانية ولا خلاص؟ هذا مجرد فورتلس، ما فورتلس فيبقى هذه المباني اللي زي كذا ذي جيبها هنا تخليها سرة. حاول تمسك الوضع شوي الى ان تضبط الاكل من جديد يعني. طيب البحوث ما شاء الله في امكانيه. A great mausoleum has been built. Perhaps the next question is whose body goes inside. Great mausoleum. ايش المausoleum والله ما ادري. في احد دخل اراضي حقي؟ ايه هذا. ايش عندك؟ ما ادري والله. هذول انقلابيين تبع الشعب البني. جاري قصفهم. طائرات قديمة شوي لكن بسيطة. وصلت الوحدات هذه.
صب عليه 1-0. نحاول ناخذ هذه المدينة. هذا انه ايه بالضبط. احنا والله استعبدناه بسرعة يعني، شوف هذه استعبدناه بسرعة. كلاين ستيت كله صارت كلاين ستيت بسرعة، ما طولنا يعني. غريبة اني قلبت على ذا مسكين، بس احتاج اخذ المكان ذا راح فيها. السالفة كالتالي، الفلوس اللي عندي ذي يمكن نسوي احتفالية فيستيفال، خلينا نسوي احتفال معرض تجاري كذا نزيد الدخل حق الذهب. صار 47,000، ما قد سويت ذا ولا مرة، فاحتاج فلوس لان قاعد اخذ السكان من الفلوس واحطهم في الاشياء الثانية، فبعوض بهذا الشيء انه يعني نسوي احتفالية فلوس سويناها. كله في سبيل تسريع اعمال البناء. نسوي احتفال ثاني هنا تريد فير. الى الدور 253 يبدا في وحدة عسكرية هنا. استنوا مكانكم، اثبتوا لا تتحركون. طبعا if only they'd put a fraction of the effort into naming the thing. Could have been worse though. I hear Big Keith was a close second. طيب جددنا عقدنا مع المرتزقة عشان ناخذ المدينة فيهم. خسرنا سكان من هرابا، مو مشكلة. مرتزقة ما يهموني، خليهم يموتون. خذ المدينة بأي تكلفة كانت يعني. استطعنا، ما بقى إلا شوي سكان ما يهمني. أهم شيء نبني في المدينة ذي الجديدة أعزائي المشاهدين، المدينة رقم 11 البتاع هذا. ننهي الدور، خشم الريال 600 دور وين؟ فنطور هذا المكان. يعطينا انفلونس، يعطينا أشياء اللي بيها دور بسيطة. كبنية تحتية يعني، هي كلها نطورها. طورنا المكان ذا كامل والسور بعد يلا. من 600 ل 195 كويس، عطني مطار. خلنا نطور المكان ذا بعد، نسوي محمية هنا ما له داعي. ما ادري والله، هات هذه لين ستيشن، هذه بعد عشان الجيش. المسل سايلو والله ما ادري اذا بنيتها او لا. يصير تبني الاشياء السهلة ذي. شفت لما عندك فلوس كيف شيء مرة بطل. هذه منطقة جديدة تم الدعس بفلوس، قوامنا مدينة مش كبرى وبسوار وبكل شيء. طيب ايش صاحبي، في شيء هنا بعد شيطيني. 35 نقاط فلوس، ياخذ فلوس. طيب هنا الوضع كويس، بالسيسلي ايضا كويس، هنا في البحوث في اللاف كيرما اللي ودي ادمجها. في احد دخل اراضي شادينها، ما ادري اذا اقدر اقضي عليهم. لا طلع لي طيارة بالله، الطيارة هذه ما توصل. والله محظوظ، والله محظوظ. خلني برجع ورا بنسحب، انا اعرف اعيش. اعتقد هذه تقدر تقصف صح، بس ما نقصف ربعنا. سحبنا اخويانا، خلهم ينتظرون هنا. ما ماتوا، هلا طب الاراضي حقي، طب الاراضي حقي تروح فيها كذا كويس كذا كويس. طبعا في كثير grievances الحين. ما يهمني الدور، بس فكينا الفري تريد ثيوري. هذا ايش عبد الفتاح السيسي ذا. المهم انه صار في شبكة تجارة، هذا الشيء يزيد الفلوس، بيقلل تكلفة التجارة 50%. تريد ستيل باوتش لوكال بوليوشن، طلع التلوث شوي. تسلي زاد عدد السكان. احد دخل اراضي حقي، هل احد ناوي يجيب العيد؟ طيب ما ادري، بس خلينا نروح لهرابا المنطقة الثانية هذه، نضبط الاوضاع شوي. والله شوفوا استقرار مو راضي يجيب البر، فيمكن نحتاج نضبطه مرة ثانية، نبني مباني زيادة من هذا تحسن السعادة. يمكن نحتاج نسوي احتفالية ايضا من جديد يعني. نجيب المبنى ذا ونشوف خشم الريال نقدر نبنيه. ايوه صار 35، اعتقد الان اقدر ابني المزرعه. 45% وان ديفيسيت. لو سويت احتفاليه طيب، ما ادري ما استفدنا شيء منها، لان اوريدي في احتفاليه هنا 20% 10 ادوار اتوقع تقعد كذا دور يعني. علم علمكم. فلاحظ ترى قواتي قديمه وضعيفه يعني، قواتي قديمه وضعيفه يعني ما هي مره. الله شكلي ببدا يعني المشروع ذا حق المارس كولوني. هذا وش يعطي؟ هسه الوضع في كل المدن باتريوتزم. طيب فاي والله بدنا نبدا لو ان الاكاديميه هذا لو فكناها ترى حيزيد العلوم بشكل جنوني. بعدين احتفاليه العلوم، بعدين
بعدين هذا القمر. طيب نروح الى القمر، نشارك هنا ايضا المفترض. جيب هذا بالله، خليها كذا. طيب هذا 10% ساينس، خليها هناك. مايكين نبدا من الحين نعين على الموضوع ذا، بناء محطة الفضاء اللي بتودينا القمر. زين جدينا في سكان كثير، نطلع دي نطلع هذه. والله ما ادري يبي لها فلوس غير ما اوريدي نفس الشيء. رابع اعتقد يبي لها وقت، وهاو جينج افترض يشاركون. طفشنا من الهاملتس، كل شوي يبلينا هاملت هاملت هاملت. اما في المكان هذا فحقيقة ما ادري بعد الاحتفالية، ممكن خلها الحين يا رجال. السكان خلهم كلهم في البحوث. والمدينة هذه لو استطاعت تشارك ادري والله، ما في سكان مشكلة. ارجع ارجع مرة بس، اثبت مكانك، انضم مع ذا ولا تفضل معانا بالله. خطوط التجارة كلها متاحة، ما عندنا مشاكل مع احد، وضعنا ولا اروع. طياراتنا مطورة، والحين بنطورها زيادة هنا. اعتقد هذا اللي ودي اسويه صراحة، انه اشوف في مسخرة قاعدة تصير من هذول الانقلابيين. في مطار هنا صح؟ والله ما ادري يا رجال، اذبحهم بس. اي هذه الطيارات ودي اطورها قبل ما تشارك. طورها طورها. هذا المطار ودنا نطور الطيارات هذه الى مقاتلات. الرشاش حق المقاتله تجيب راسهم يعني. تاكد ما حد طب راضينا. ودي احد يطب بس نجرب الاسلحه الجديده دي. كويس ما حد طب. ابن الهاملت الترين ستيشن. اسحب له يا رجال. هات هذا هنا، هات هذا هنا، هات هذا هنا. فلو الفود يا فود، كيف نعدل الاكل هنا؟ الويل فيشنج يا ساتر للحين دفست. طيب هات هذا وهات هذا. ما ادري اذا اقدر ابني مزارع. 20 اكل، مزرعتين ثانيه بعد. ما في الا كذا يعني عشان انقذ الوضع شوي. حياه حلوه، حياه حلوه، يبي لها فلوس عشان نطور الوحدات ذي. ما ادري والله. هنا شكلي باخذ هذه، ساعدهم 6 ادوار. نوصل الى القمر اعزائي المشاهدين. اعتقد اذا سويت هذا الشيء راح نستطيع نسوي تريد فير، يزيد الدخل. والله ما زال احتفاليه التجاره ذي ما منها فائده، فخلنا نحاول بس ايش نروح المريخ وننهي التختيم، مع انه نقدر. وش اللي حاصل؟ امباليا هجموا علينا. تقرير هذه هي المعركه اللي كانت هنا دي. عالج جنودك يا رجال. مساكين انقلابيين، هذا جيش انقلابيين اللي هو هذا ايضا يعني. اعتقد اقدر اقصفهم. دقيقه الله، والله انهم مش قوات انقلابيين. عندي هذه الطائرات تقدر تساعد ايضا، تدخل حتنقصف بطائرات قديمه وطائرات جديده. لا تطبون عندنا ابدا يعني. شوف مكاننا وين ومن وين نجيهم الضرب. اعطينا اي سترايك بالله، اضرب هنا. مسحناهم مسح. طبون الاراضي حقتنا، قلق انقلابيين. راحوا فيها. قوة قوة. شيء جنوني. اخذنا نجمة جديدة بعد. ولا لا ما حد دخل العصر السادس. اهلا. الى الدور. ميسايل سايلو. Don't brag about it or else everybody else will start building them. طيب سوينا إمكانية بناء حفر صواريخ نووية. هرابة، خسرنا سكان، اتفاقيات مع هذه القبيلة. ايش تبي؟ كلاين ستيت. القبيلة الثانية ايضا كلاين ستيت. دول تابع لي. ولا نرسل لكم صاروخ نووي. ارضخ يا صاحبي. ات باي جونز بي باي جونز. قوي ما احتاج يعني ذا. اهم شيء لا تطبون اراضي حقي بس يعني. شوف طبوا. قصف واحد راح فيها. كم مرة قلتها؟ كلامي واضح صح ولا لا؟ في شيء يزعل؟ لا ما في شيء يزعل. حق حق يا شباب، ما يحتاج مضادات الجو والله كثرة الطيارات اللي عندهم الحين. كم عندي نقاط انفلونس؟ اقدر ادمج بذي بذي؟ لا. يا ساتر 48000 صار الدمج. هذا الجنون. بس تقدر تسوي اتاتشمنت.
ليش ما سوينا اتاتشمنت على فكرة؟ على فكرة اتاتشمنت يعطيك نقاط انفلونس زيادة يعني. تفضل نسوينا اتاتشمنت. 18 expansionist stars. It's hard to believe there's anything left for you to absorb. يا اخي ليش لا؟ هذا عشان تاخذ لازم تاخذ ذي في هذه الحالة. نجي ما ادري ضغطت على دولة. اوكي انا مربع بغيت يسوون معسكر هنا وياخذ هذا المورد ويصير ندمج هذه بهذه كلها نوحدها يعني. لان هنا ما له داعي يتوسع صح؟ ما له داعي. لصقناهم صارت هذه المنطقة زنزن تون 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 فيها كل هذول السكان يعني. هي 37 رجال. الاتاتشمنت فكرة حلوة يعني. اوكي اعطينا بالله شلة ذي وهكذا. هنا ايضا افترض نفس الشيء. ناخذ هذه الجزيرة وندمج ذي بالجزيرة بذي. نوصلهم في بعض يعني. هذه كيف تدمجها بذي ما ادري والله. ما ادري اذا في طريقة تاخذ البحر هذا. ما ادري. بس خلني هذا بالله تكفى. بعشرة الاف نحاول نضبط الاستقرار هنا اكثر لان طايح ديفيسيت. تلوث 19000 ولا شيء. مايكين مجاعة وهاوجينج مجاعة. ثبت استقرار اكثر. نبني مزرعة. ناخذ سكان زيادة هنا. صار سالب 47 نتبعد. ادي شوية بالله. نحاول نبني مزارع زيادة. الوضع تحت السيطرة في هذا المكان. نبني لنا مزرعة. ناخذ سكان زيادة. يعني سالب 10 احسن من ولا شيء. ومايكين والله لو بيدي شيء سويته ما اقدر صراحة اسوي شيء. في فائض سكاني بحوله الى جيش. سفينة حربية واحدة بس حتكون المسل كروزر يعني. ابن هاتي 72000 بالمرة يزيد التكلفة. هذه جبتها هنا على اساس يا شباب ما ادري تقدر تنشئ معسكر؟ لا ما تقدر مرتزقة ما ينشئون معسكرات لازم جيش تابع لي. طيب كم يبي له دور؟ 3 ادوار ويجي هنا. ما عندي الا وحدة عسكرية واحدة تابعة لي هنا وعندي اذكر مستوطنين يمكن ماتوا. ايه شكلهم نو بروبلم. كيف راحت عن بالي الحركة ذي ما ادري بس انه هنا لا بأس يا صاحبي لا بأس. اي فهذه ما عرفت كيف اوصلها صراحة في بعض المناطق يعني. 41 41 كيرما ومايكين الدمج القادم او يمكن خيرطان بهاوجينج. شوف 34000 ارخص بكثير. حلو اخر او سابع البحوث اللي حددتها من بدايه الحلقه اعزائي المشاهدين فكيناها. علوم زياده ومبنى زياده 10% والفريجيت سفينه حربيه مره مهمه ضد الطائرات وتساعد السفن. نروح الحين نشوف ايش نقدر نفك. طبعا في كنيفز جديده ما يهمني خلهم وبيقضي عليهم قضيت عليهم. زياده سكان في اسطنبول وخساره سكان في هرافة وامسك واجلد وامسك واجلد ولا احد يخش الاراضي حقي عشان لا طيره دخل. هذا العب معاك انا صف ابوهم. الطيارة الثانية حظهم انها في حالة الحراسة. افترض انك تشيلها من الحراسة. لاجل تستطيع قصفها. هذول بعيدين والله عني. ما اقدر اجيهم. ما عندي جيش هنا بس اعطيتهم ضربة انه يعني انتبه. ما في جيش هنا المشكلة. نبني المزرعة ذي. لا زال الاكل بالسالب. نبني المزرعة الثانية. حسن وضعي شوي. طيب الدور القادم حيكون مميز. لان بنبني المارش كولوني. اللي بتودينا للمريخ يا صاحبي. لاحظ سحبت على كل التطويرات العسكرية عشان كذا جيشي مرة معدوم على فكرة. في اشياء الان انفكت عندي في العصر المعاصر. السوشيال هاوسنج هذه مرة مهمة. البيوت الجديدة دي الهاي دنسيتي هابيتيشن هتزيد السكان وهذه تزيد الاستقرار. هذه مرة مهمة يعني لازم يكون عندك بنية تحتية قوية. البمب شيلترز اللي هي الملاجئ القنابل ممكن نفكها او هذه ميكانايزد هارفستنج افضل للاكل. وبعدها يا صاحبي في شيء اسمه الاوتوميشن البوتات والاليين كيف انهم بيساعدونا في صناعه يعني زياده نقاط الصناعه والاكل. بعدها ممكن الكوميونيكيشن ساتلايتس الاقمار الصناعيه تكون شيء مره ممتاز تعطيك نقاط شهره. الماس انترتينمنت والترفيه مثل الجيمنج الفيديو جيمز والسينما والميوزيوم المتاحف تزيد الاستقرار والانفلونس يعني بس ما راح يفك. الانترنت ايضا ممكن يزيد نقاط استقرار وانفلونس وما الى ذلك وفلوس بس ما راح يفك. اعتقد الاوربيتال هذه تزيد 3 سيتي كاب يا رجل 3 مدن زيادة بتشيل. فكيت السبيس ستيشن
محطة الفضاء الدولية Space Station Space Orbital بعد يمكن أطلق محطة الفضاء الدولية دي. أوكي هنا عندك أيضا الفيوجن مدري إيش الفيوجن روفر هذا الملل ضربة الليزر سلاح الليزر من الفضاء زي النووي هلية خلنا على هذه التطويرات ونشوف كديش نحتاج عشان نوصلها أي مرة بطن صراحة طيب يا صاحبي هذا دخل الأراضي هذه وحيندم هاوجينج شو الأخبار ما أدري بس الدور الجاي مرة بطل ما عندي إلا قليلا من الفلوسي هل اقدر ادمج هاوجينج بقيرطان حاليا لا يبيلك دور واحد زايد طيب قبل ما ننهي الدور ذا نبني المعسكر بناء الشباب هنا والله مبنى على طول فاقدر ادمج ذي الجزيرة بذي واخذ الموارد الجديدة ذي وادمج هذه بعد فيهم راستبان صار في منطقة ضخمة جدا منطقة اسطنبول ودنا ناخذ هذه ايضا يا صاحبي افترض الجيش ذا يجي هنا ويسوي الشيء ذا ناخذ هذه الجزيرة كم دور يبيله؟ أربع دور ما له داعي أعتقد هذا الجيش لو جاء هنا والله تطويرات غالية مرة هذه طياراتي ولا طيارات مين دي؟ لكنها طيارتي ناخذ هذا المكان أيضا طيب هذا جاء هنا ما أدري إذا يقدر يسوي معسكر ثلاث ادوار كيف الحال وانت الحال جميل شوف ذا كيف قاعد يتوسع مقاتل انفلونس ننهي الدور ونشوف وش بنصير يا حبيبي A phenomenal achievement of civilization-wide ingenuity perspiration collaboration bureaucracy and a dozen super tankers worth of coffee الف 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 من كل نوع ولا وشي ممكن نطلب النهايه انا وصلنا الى المريخ حاليا يعني انجاز رهيب وفخم وصولنا للمريخ سحب طبعا على التكنولوجيات كلها اللي موجوده لازم يورونا كيف الشيء ذا صاير عشان ننبسط يعني شيء رهيب صراحه شيء فخم لعبه رائعه جدا وعميقه والاجمل منها صراحه دعمكم الرائع والجميل اعزائي المشاهدين حقيقه استمتعت باللعبه ذي صراحه معاكم اتمنى ان شاء الله يكون خفيف ظل عشنا تجارب مميزة في هذه اللعبة الجميلة افترض اني من زمان ايضا لعبتها ولكن ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي واتينا واخيرا اللعبة اعمق من كذا لعبة اجمل من كذا ايضا تقدر تلعب اونلاين مع اخوياك تعدل الوضع في هرابة تعدل الوضع في هاوجينج رجعنا الوضع زي ما كان مع ان هنا ايضا في دفست جنوني وممكن نعدله بمجرد نبني مبنى واحد شوف يعطيك 25 استقرار البوليس ستيشن بنيناها دق على الشرطة دقينا على الشرطة اجل بنيناها اوكي نبني واحد ثاني ايضا من هذا المبنى عشان نتأكد استقرار يكون دائما بطل يعني وبدال الترين ستيشن نعطيه واحد من هنا وثبت استقرار نعطيه واحد ثاني بيلا 6000 ما عاد عندي حلوين فبالتالي نسيطر على الاوضاع اكثر بعد يعني في المنطقة هذه اللي اصلا راح تدمج مع خيرطان فماني متخيل ايش بيصير اذا دمجت مع خيرطان اذا هي كذا قبل الدمج مظاهرات ومشاكل نقدر نقول ايضا ان يمكن هذا المبنى حق الثقافة مرة مهم الثقافة التركية تضيق نقاط علوم بالتالي تفك كل نقاط العلوم ذا سابقينهم بالاف السنين الضوئية يعني ما في احد دخل في العصر السادس ما يعرف يدخلون في العصر السادس انا دخلت وصلت 19 نقطة 23300 نقطة شهرة اعزائي المشاهدين وصلنا واستكشفنا المريخ نقدر نقول ايضا انه الشيء اللي اقدر اسويه هو استخراج يعني صواريخ كما تشاهدون جنونية ستيلثي اوبرتيف ميسلز في عندي ايضا الثيرمو نوكلير ميسل صاروخ انفجار قوته 109 ثيرمو نوكلير وور هيد دستركشن لا يعني جنوني بس يبي لك 17 دور عشان تطلع ذا الصاروخ بيسكلي في اشياء رهيبه يعني في اشياء جميله جدا وحقيقه اعطونا رايكم ما عندي اشياء ثانيه اسويه غير اني اتوكل على الدور 260 وانهي اللعبه على الدور 260 يا سيد الفاضل ايه هذه البيوت الجديدة This is your last turn هذا اخر دور 260 The space race is won فزنا في سباق الفضاء سيتم تذكرك على اساس انك انت ميثيكال ابن هانتر الله الله الكلمة اللي قبل شوي ترك الموارد الشباب خشم الريال صرنا شيء جنوني صراحة عجيب روق احسلك صاروخ واحد ترى يقفل ملف حلوة برضو ما يمدينا ندمج اقرار كيف اتوقع تحسن أحسن أكثر الحين. The means of production improved dramatically. Fewer people can produce more. But what about the workers? شيء رائع، شيء جنوني، شيء أسطوري.
No other empire can match your successes. When history recalls the deeds of this era, your name will be the one that is most often cited. Of course. How will humankind remember the empire you have created and its remarkable achievements? For it is yours that has left the greatest mark on the endless story of humankind. You will be remembered as a leader that excelled at many things, not one. Your fame was due to the balance of your skills. You also gained fame from the construction of a wonder. Amazing. Congratulations on the success of your ambitions. If there is another thing you should be remembered for, it is for the green, thriving world you leave to the future. One other achievement worth noting. You became the leader of a great religion. Congratulations, and glory to you. And though your people may have found it difficult, history is certainly impressed. You participated in the longest war. Congratulations. Under your guidance, the thrilling tale of humankind has been rewritten in your own words. There may be future adventures and deeds, an even grander scope for this grand story. Regardless, you have left a great mark and answered the question, how far will you push humankind? أعزائي المشاهدين، أتمنى إن شاء الله أن السلسلة عجبتكم. مركز الأول ابن هنتر ومملكته المتواضعة وباستخدام الثقافة التركية ب 23300 نقطة شهرة. ومركز الثاني وانغ زيني في لا زالت في عصر الثورة الصناعية. ومركز الثالث البيزنطيين بقيادة ماكيدا ولا زالوا في عصر المديف الإيرا، ما قدروا يتقدمون أكثر من كذا. أول مرة ألعب لعبة معاكم، أشكركم على تعليقاتكم، لعبة رائعة جميلة. جميع الروابط في وصف المقطع. لعشاق العاب استراتيجيه بالادوار بالتحديد، العاب الفور اكس والثقافيه، اللعبه رائعه وخصوصا على جهاز قوي تقدر تشغلها على اعلى جرافيكس وتستمتع، وخصوصا انك تلعب اللعبه دي على اعلى صعوبه، صعوبه هيومن كايند، صعوبه البشريه. حياتي لكم جميعا اعزائي المشاهدين، اشوفكم ان شاء الله خير في حلقه اخرى ومقطع اخر وسلسله اخرى. مع السلامه.